يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه. أه نحن في المجلس التاسع عشر من مجالس شهر رمضان، وغدا سندخل في العشره الاواخر من شهر رمضان. لهذا ينبغي ان نشير ل ما يجب او ما يستحب في هذه العشر الاواخر من شهر رمضان. اعلم ايها المحب الكريم انك صمت ثلثي شهر رمضان. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا جميعا. بقي هذا الثلث المتبقي من شهر رمضان يتميز بميزة أخرى وهي أنه ينبغي على المسلم الصائم أن يتنبه لتقصيراته التي سبقت منه في الثلثين الأوليين وأن يستغل هذه الفرصه الاخيره التي هي التلت الاخير من هذا الشهر حتى يكون من الرابحين ومن الفائزين عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العصر يعني العصر الاواخر من شهر رمضان إذا دخل العصر أحيا الليلة، أحيا الليل وأيقظ أهله وجدّ وشدّ المئزر أخرجه البخاري ومسلم فانظروا أيها الأحباب لهذا الحديث فيه أمور عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إشارة إلى أنه أراد أن يستثمر هذه الفرصة وأن يغتنم ما تبقى من هذا الشهر العظيم إذا دخل العشر أحيا النبي صلى الله عليه وسلم الليل يعني أنه يصبح يحيي هذا الليل فيسهر هذه الليالي العصر يسهر النبي عليه الصلاه والسلام العشر الليالي من شهر رمضان ويحييها بالطاعه ويوقظ اهله يوقظ اهله للصلاه بالليل ويشد مئزره ويجد ويجتهد وشد المئزر إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل نساءه في, ها في هذه العشر ليتفرغ للعبادة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قالت عائشة في لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر الأيام المتبقية ما لا يجتهد في غيره سواء في غيره هنا في الأيام السابقة من شهر رمضان أو في غيره من الشهور وفي لفظ آخر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه يعني أنه يوقظ أهله في هذه العشر إذا إذا نظرنا أيها الأحباب لهذه الأحاديث وألفاظها نرى أن حاله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر حال خاصة لهذا فاقتداء به عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون حالنا كذلك فيما تبقى من رمضان حالا خاصة فيجب أن تتميز هذه الليالي الباقية من غيرها أن تتميز فتحييها تسهر فيها بتلاوة القرآن والزيادة في ذلك وبالقيام وبالدعاء وبالذكر وكثرة الاستغفار حتى تخرج في هذا الشهر مغفورا لك نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لذلك كما ينبغي على كل مسلم ان لا يغفل من بجانبه ومن تحت مسؤوليته من الاولاد ومن الدريه ومن الاهل ومن الذين حوله فان لان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله ويوقظ من يطيق القيام ومن يستطيع ان يقوم الليل وقد كان قد عجز فيما قد سبق من الثلثين السابقين من رمضان لكن هذه الفرصه الاخيره ينبغي ان يقوم كل واحد الاطفال والذكور والاناث والاهل وغيرهم ان ينبغي ان يقوموا هذه الليالي العشر ويغتنموا هذه الفرصه الاخيره. فيجتهد النبي عليه الصلاه والسلام في هذه العشر. اذا لماذا هذا كله أيها الكرام لأن رمضان قد أوشك على النهاية وأنت ستنتظر سنة كاملة مجيء رمضان آخر إن أطال الله في عمرك إن كتب الله لك البقاء وقد لا يتيسر لك حتى وإن عشت إلى السنة المقبلة ربما لن يتيسر لك مثل ما تيسر لك في هذا الشهر من النشاط النشاط البدني والنشاط الجسمي فإن الإنسان قد يعتريه المرض والأشغال والكثير من الفتن نسأل الله تبارك وتعالى الحفظ والسلام للجميع لهذا فليغتنم يغتنم المسلم الفرص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ ينبغي أن أن يغتنم الصحة ينبغي أن تغتنم نعم ثم إنما إنما الأعمال بالخواتيم ليست العبرة باجتهادك في بداية هذا الشهر بما كنت فعلته في الأسابيع الأولى من هذا الشهر ثم تكاسلت في هذه العشر الاواخر التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجتهد في غيرها من الايام السالفه. نعم نذكر بهذا ونسال الله تعالى ان يوفق الجميع لاحياء هذه الليالي العشر فاستعدوا وشدوا مازركم وجدوا واجتهدوا وجدوا وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته